الله الرحمن الرحيم وصلى الله على أشرف المرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد فقد قال المؤلف رحمه الله تعالى باب العام عام باب ينك العام أحد أبواب أصول الفقه السابقة عام أصول الفقه باب دانج تقول بانا بيان الذي ذكرها المؤلف باب نكوبين مؤلف كي قد يكو ضمن العشرين بابا تنفل لكي باب نخد وهو عام من أوصاف الألفاظ خطن يا مخام كتونين وليس من أوصاف المعاني ما نني مخام كتونين فيه ولذلك كن ينشي يقال في المعنى إغاتني معنى أعم وفي اللفظ عام إلا كنان يو كنان يدو مانا كيا يناتي أعم خو كنان يدو خطن يناتي عام يو وكنا عموم نشفنكو عموم نوصف لللفظ خطن يام خان كتوني خطي أول لوناتي كي خطي عام قاسي لغنان يسري كناتي كاميكو digami ke manan kan mara lo gontenya urati hada kalam al'am fa yuqalu hada lafzun 'am wa yuqal hada al'ma'na 'am wal'am la budda an ya'rifahu al'insan li'annahu yatarattabu 'alayhi bina'u al'ahkam la budda salanna 'am tuwa bani kitun takan dunya linda batin idha wajadna lafzan 'amma yashmalu jami'a afradihi فمعناه أن الحكم يثبت لجميع الأفراد. ونكيتني ونخطني. خطب فهم عام منياغني. أرب منشوسوسو أجي سوريتني. أوريني أكيتك أن رمكو سوريجنا. أنا مندو ما نني بيني كانوا. فحكم العام أنه يتناول جميع أفراده إلا بدليل. عامون كي تنيانك اني اتريني ايمانانچو سوكم افراد انغنا مغاورنيا خوتكي غا سحانا فوفوكم غنتما دليل نياغنا دينا فوبا غنتي فمن ادعى خروج فرد من افراد العموم عن العموم فعليه الدليل والدليل على هذا ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال إنكم إذا قلتم ذلك يعني السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فقد سلمتم على كل عبد صالح في السماء والأرض فهذا الحديث يدل على أن العموم يعم جميع أفراده وهذه الفائدة يبنى عليها كثير من مسائل الفقه مثلا إذا قال قائل إن حلي الذهب والفضة ليس فيها زكاة. ننتي كان ينبغي جاكنتي. لأنه يستعمل باني يقول نيانغا قلنا ألم يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها وفي لفظ زكاتها إلا إذا كان يوم القيامة سفحت له صفائح مخمباتني إني تقادا من نار بك يمبنغ فأحمي عليها في نار جهنم إنا جايكم مخمباتني كما جام النبي يمبنغ ما من صاحب ذهب نمكن نشورك نخل فحلي ذهب وحلي الفضة داخلان في قوله صلى الله عليه وسلم ما من صاحب ذهب ولا فضة إيرانهما فمن ادعى إخراجهما فعليه الدليل وسيمين أو كفين سلبي نقدر نجد ينشرون شو سري 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 كما سايا يرحمه الله وهي مسألة هم لنا لرسالة مدبراكم رسالة كي تحت توني مسوسو دبري وجوب الزكاة على الحلي جكنا وجبني يمبمبونا توانكو نجدني نيفو غبي
ikun daga na manat ihjaj ni nyam poga be daga na nanti jakante yamba po usay mina ray fil gem usay mina ray fagada kenya ko rocha nanti yamba po ke rono ku hadisu umum ni kuno nyai ma min sahib dhahab wala fiddah ما كم بيب طيب كنا نغتي فحلي الذهب وحلي الفضة داخلان في قوله صلى الله عليه وسلم ما من صاحب ذهب ولا فضة فمن ادعى إخراجهما فعليه الدليل سرسوغة جاكانتا يامبامبون واندي ديغا تشومغو دليل سوتي وسيمين دا رسالة دابر كي كام مقم زكاة الحلي ada dalilum ko dalilu beni illa ndakutun illa ndakutun zakatul fitr wa zakatul huli wajibun fa idha qala qa'ilun indi dalil tirigonati dalil ngi kema qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam laysa 'ala almuslim fi 'abdihi wala fi farasihi sadaqa yangtu koma ga masele ke batengere kenni yogonu kuntira komi kange oyo bi wala yola kange wa khalisi mana serenga dro yi me haju kundi ga menni kanga ra nyime haju jakante wati libe ga natina to koma la farenti jakante komé ban ko manta serenyi me haju nyaba jakante si fal jawab an al abd wal fars lam yati fihi ma hadith ma'am komé ado si حديث لوغون تيمريتي يدل على ان الزكاه تجب في العبيد جاكا مري حديث لوغون تيمري دا كوين نانت جاكاي كومين يعني بمعنى وسيمين نيكو ما حديث بين غري دو هادم رم مباتنا كومون كنت كن بانا كان حديث لوغون تانت نو كومين غارو دونك حديث بين غري do hadama rem mbatte mum mum insan nan hadama rem na jakani bagandi ko mon kun tegen fa aslu al abid laysa fihi zakat wa aslu al faras laysa fihi zakat wa kharaja min hadhalika alladhi ya'udduhu al insan li nafsihi fa laysa fihi zakat ata komel lasli jakanta limada paski nasu amun tanunga komen ga roran ko ngugat ni komen karun ke no nyaa jakka nyaane no fam wa sinqan kunduya o kebere kembere keta fobe hadamare min ga ta hundini miada jakkante lakin dhahab wal fidda feehima zakatun fil asl faman alladhi qala in kaun al insan yaqtaniha kundu ko nan hadamare min ga nyaa dudanga ta hundi fota man li nafsihi dudanga mana ile kembugo koy sariyan no honga nan serenga na fobe royi me haju ngata yaskutu zakat jakan khenisken thumma in qiyas ala al faras wal abd wal thawb wama ashbah dhalika qiyas mutanaqid qiyas burjante nyanki wa qala arafa al muallif al muallif al amma bi qawlihi rahimahu allah ana ta'rifu nabari muallifuna معلف عند التعريف النبي رحمه الله تعالى بس نكيلو مباغا فينا ديغان دانغينتي جاي اتي وحده لفظ يعم اكثر وحده لفظ يعم اكثر من واحد من غير ما حصر يرى وحده اتي عموم تعريف ان كيبي جوين كن نقول لفظ ختنياني يعم اكثر يعني يعم يا حسن يعم اكثر من واحد قالو غون ني فمبي كام بونت باني من غير ما حصر يغور كتنتنتو متوانو غتي ماغان كي ني كنياي وانا تدا عام يورا توانو غري كنوري غورن تدو كومو اغا هاوتا اغا دانغي بانيتا فوفو غرانو خونتا واتنا فوفو غرانو خونانا دا سواي عامونيا جاتي دورانتنو يعني رحمه الله ان العام لفظ دال على اكثر من واحد من غير حصر فبغام بوباني اناني غوري دران كتنتي مانا جاتي خمبن قنتي اذا قلت يلانغنا تزيد
فليس بعم عم لأنه يدل على واحد ونحن نقول على أكثر من واحد وتنبو بانية وإذا قلت رجلان فليس بعام لأنه يدل على أكثر من واحد مع الحصر بس أنجر كيبكو أنا حصر نبري بس أخيم في اللباني أنا فهم وخاتن دعها من غير ما حصر عم وانغنا هرت وجود تامية عم في أنت تمكيكو بان تمكين بينو أنت نعندو وجود تامية اللي لانتي أنت تمرو باني باري راتي أنا رانا نخو ما تمانو أيوة هذا يعني حصر وانغدا بري بان ده حالي داتي مليار ني يقتي مليار ني قدرت حبو كولا am ken to dogo boy am ken apote ke rakken munyete nat angara tu wujunu wujulen chugaro na kanga ti tamuta anyame akem petam wa ta khalis khalis chugaro na khalis chugaro na kanga ti khalis khulenta khalis binam khalis binam anga ti sefanta anga ti sefanta urgem min ghair ma hasrun wuren ke ay gore makati digame ke makati game ke ko anga gore katte angana ti tammu angana tampille angana ti igu khulle mangana ti anga hauta anga hasrun dabar foketa angana ti igo igo churo ke no yo angana ti igu khulle ta be ad fogo ad fo binu ba no kembre yani kenya ne gatin min ghair ma hasr kenya na ti wa idha qulta rajulani falaysa bi'amin لأنه يدل على أكثر من واحد مع الحصر. أخيم بينو نيايكو. ما مذهب. طيب. وإذا قلت 20 رجلا فأيضا ليس بعم. عم في. لأنه يدل على أكثر من واحد مع الحصر. وإن قلت الناس صرو. فإنه عم. لأنه يدل على أكثر من واحد من غير حصر. أنا فاهم. طيب. فتبين الآن أن العام لفظ دال على أكثر من واحد بغير حصر بدون حصر ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى من قولهم عممتهم بما معي ولتنحصر ألفاظه في أربع أتي عمك قطن اللغة أقرأ عرفون ديقا من يقاتني من قولهم أقرأ ديقا من يقاتني عممتهم ndisu kafu bima ma'rif mbegi mahandisu kafay mana amamtum ndisu logotay wal tanhasir alfatu at umumu aga ko ngi khotube iray gorin katini fi arba'in nahatu khot goro nahati kunyanga ba uyun umum koyne qawluhu min qawlihim amamtum bima ma'i ay anna al'amma shtaqqa min qawlihim ila bughbaka rabbun diga min amamtuhum بما مع يعني شملتهم بالعطاء شملتهم بالعطاء انا فاهم دي سوري اريس دي سو باغان دي تكوين انا دي سوري غندي تاي كوين كني سو ما دي باك فلو اعطيت هذا الرجل مالا يتصدق به على هذه المجموعه واعطاهم الا واحدا اديكني جمع كي سنه برنيا كن انت ناس دخي كي مجموعه كم أدكني أسوي ما بانه، ثم جاء إلي وقال، فلو أعطيت هذا الرجل مالا يتصدق به على هذه المجموعة، وأعطاهم إلا واحدا، ثم جاء إلي وقال عممتهم بما أعطيتني أنا أبغي كنيها، لكني سويا ما جسبك، فلا نقول إنه صادق، وأنت سنتون ياكو، لأنه لم يعمهم. بقي واحد بانته إذا قال عممتهم فمدلوله أو رنيا أن جميعهم أخذوا ولهذا صار اللفظ العام شاملا لجميع الأفراد ومنه أيضا العمامة جبق لأنها محيطة بالرأس كله قوله ولتنخسر اللام لام الأمر لام الأمر يعني يري لكن ليس المراد بهذه الجملة الطلب بل هو أمر بمعنى الخبر خبار منا أي قور كتير والأمر يأتي بمعنى الخبر
كما ان الخبر ياتي بمعنى الامر كينغ بينغوتو امر نارخ امر فارخ خبر يعني كينغ كوتو وري اوغني امر كيديغا من نخوغا شارح عندو كوينانتي امر اي نغ نري امر في استفهام نيو امر نغ نغ نري نفهم امر في تهديد يعني امر نغ نغ نري الى اخره خبر يعني في قوله تعالى والمطلقات يتربصن بانفسهن هذا خبر بمعنى الامر معنى الف المقصوره خنبك معنى كيف ابو نوح في قوله تعالى وقال الذين كفروا للذين امنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم نفهم امر بمعنى الخبر لان معنى ولنحمل لك يا ابو قدر انت وقت ولنحمل او رينيا ونحن نحمل خطاياكم قالوا كلم بتو انا قجنوب انتنا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم اذا قوله ولتنخسر امر بمعنى الخبر يعني تنخسر الفاظه في اربعه انواع فانواع العموم على كلام المؤلف اربعه قال المؤلف رحمه الله الجمع والفرض سفافق انا قتوكو بنا غريكو افاياكم مساسا الجمع والفرد المعرفان باللام كالكافر والإنسان على في اللوكو يعني رحمه الله أن النوع الأول والثاني ننفنا على في اللندي من أنواع العموم الأربعة هو كل جمع معرف كل جمع معرف كل جمع معرف باللام جمع سوء معرف باللام ألف دولام وكل مفرد معرف باللام مفرد سوخة ألف دولام غير فهو للعموم إلا إذا كانت اللام لبيان الحقيقة قلت اللام غناري لبيان الحقيقة حقيقة نبنغن لله أو للعهد ما غناري ديقال لما نقوتو انتنياكو خلينا نتندنا رأيت الرجل ليقو كيوري كلامو كي عارف دو لام كي بيغانو عموم في كني انات كننا كن تعرف انات لنا الف العهد يعني كي عارف لو كلام للعهد العهد وريني ان غادي كم كي بيد ان غا سفنا ده سف كي بي كم خلا ده دلت بارو تعالى ولقد ارسلنا الى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فاري كي كوتا انو voilà donc alif lam qari alif lam mufradu yatna yani amma khud hidrak lano waqt ni yogona ganar li bayan al haqiqa wala ganar li bayan al ahdi amana fat al umum yakin qat inna alaysat lil umum inma alladhi yufid al umum al allati lil istighraq bis al kay qabil al chikya al narin li bayan al haqiqa الغرين لبيان العهد الغرين للاستغراق كيف يكون عمومنا اذا عموم لتني كني اندر الف اندو لام لو خوتي نبرونانتي كولار مونتو نالارو اما التي للعهد فعلى حسب المعهود نفهم سلا غناني انغارو فوي او خوتي بروندو دي اندي لما كيغا توا وكم بركتان كي سالي فاغاتو مقبل لغاتو عامو نيو لغاتو خاص نيو لغاتو وفم بكم بكين كين كين وأما التي لبيان الحقيقة فليست عامة عام في لو قلت الرجل خير من المرأة ليس المعنى أن كل رجل خير من كل مرأة ولا يستقيم هذا عند كيوري كيدي غامي كيد تنبيه تنبه كتكي والله أعلى وعلم أمبو أفاقا تنتون تنبيه رسينو كرق ولا تجيكي كيند الله ندي غير تحقيق كتا ننتي عربو إيماني إرايسان غانتي خاني إدي غامي
idigame mi gamal fi bakkan ko digame suko yi xamne ken xom han mi gamal fi bakka digame arab mu xamne kem waxti kilu ngay de kent waxti be kembre do balaganya dirasan gogo tindel ne may siri kitabe ngebe mi mura waxti nga balaxan xam digame sugna ko ngi wajhu ngono ngasere la gaba digame wajhu ngono alla gaba wajhu ngono alla gaba kel gayan ngada tu pourquoi islam wax ke firqa ni ko gabo pourquoi ay bani ngo tala tankar ke tafsir ni nak parce que digame sura khu iga tanda iga mari digame mana su ke mana ngemi and ke digame orocha ida ummato nu chan kun tike de khanda o seven ke digame orocha muslimen chuma ga yugo nyam sura وسيمن تامانا بتا ان كل رجل خير من كل امراه نانتي يغون تشنت فوسو خارج مي قايدا كين دغ كي اندغ سرو امتو نكو نانتي يغون نافوسو قايدا كي وبانغي وبانغي بان فيري يو ان سلام ني مبانغي سيو سوا سلام ني كوم بانغي لينك يغون نيام فوسو خارج وسيمن تي ولا يستقيم المعنى كم ما درت سحنا لان من النساء من هن خير من الرجال انين ديغامي موكو min diga min kebe skia tay ayo amana no manne ku ngananta rajul khayru min al-mar'a at lakin haqiqatu ar-rajul ar-rijal aw jinsu ar-rijal afdalu min an-nisa c'est-à-dire diga min kee len katto minna kero wat ñu ko ngañu ngant ci xaralem ko so fay ko ne len ta xube no parce que i jufuno wa wat ni ñu ko ne ana fam presque telli ama gañu ko lan changat ci parce que ati comme serel lam tsini yugo ñam passu ya xare xalaas ni ga xu ñam passu ya xare ya xara wu c'est à dire que ta jinsu rijal mat man da fam haqiqatu rijal wa jinsu rijal kemu re ma diga xu ya wala yiga xu ñam passu ya xara xu xala tsini yugo ñam passu ya xare kemi la wu sahana mi kene te sahana ya xe kene ka sahana ka mo هذا ما في دليل اولا ما في دليل وثانيا يا اخي هذا كلام انا حوت انا تي غا خنم بس يا خرا خو غباني بي الله قال ان قوت لي كون يا بجاره ها انت كلمه تلمون يغ اسرتني كندو بالاطلاق بس هذه غامي كي ورني كي الله تني نقص اطلاق نبر انت الرجل خير من المراه انا ني امرا دي غن انت يغون تشوم بس يا خرج و بانت كن غارني و دونك يغ غنت فوس يا خرن كي an muradi no wadi ati muradi ni ananti ga hu nyam posu ya kharaw rek mustafa an ngane sir nan ngana ti dan nga khaga ti ga hu nyam posu ya kharaw kha khadel din wan no gona dan na lan an-nubuwwa la tahsul lil mar'a annabi ni ma ko to gesunu ya kharay dan nga yunasif gib tan dalilen ta banas دليل انت بعد نعم اذن قوله المعرفان باللام هل قصده الالف واللام او بال او باللام وحدها يو اراده النحو بس هم تو نحو نغمو كدا شو هي يعني نحو وقاتني تعريف كنا دبرت الف كده لامك وسفيكين دو لامك يا با ما سيفكين دو الف كيابا ما سيفكين دي فيلسوا الالف واللام او ب ال ما مفهم ماندو الكيما ماندو لام كيبانا في هذا خلاف بين النحويين صوغين نحوهم النخ بعض النحويين والاصوليون يقولون لا بعض النحويين والاصوليين يقولون فانا تحسن دبر نحنغم ندو وسولنغم نيغوني واتيني معرف بال كما هو مذهب البصريين قال ابن مالك في الالف في الالفيه بالجر والتنوين والنداء وال ومسند للاسم تمييز حصر الجناني تمييز دبر نغول عفوا تخو toxo nangamula naatu toxo nga mane ne
bil jarri ay tuunti jarri nga fofu wa tanwin wa nida ba to ko nyangangin wa al adu al wa musnad lil ismi adu fumbe kana mudaf ka to ko himaru zaid ma ma fam tamyiz hasan to ko na fatam panch bak kalima ni ku tun ko ay gesuntu tayib madama ibn malik yani basran kenyani ada basra majhabe nyako bana gati wa al ma fam wa qad yu'abbiruna bil alif wal lam kal kufiyin waqt ni yogoni nyangana ko hokku fan ko mo kama qala sahib al ajrumiyya al ism yu'rafu bil khafd wat tanwin wa dukhul al alif wal lam ini ko kundu yogoni tin al ya yogona ta alif wal lam na'am وربما يعبر بعضهم باللام فقط يخال يقول لنا كنكو إنا إتنيا لام التعريف لأن أل لم تأتي الهمزة فيها بأن ألك همزة كامرة دي على أنها من بنية الكلمة بس ألك آ كامرة ننتقوم كفين خطك تغدن هنا أنا فهمها واسم يعني ما تمنى أكلني واسم وصلوا نيا دبر انت كيف قلت ولكن لسهوله النطق بالساكن بس انت لام كيوتا سكون غناني انت خران غان ما لي فنيا راكان دونك اكلي ني سي كينيا كودونا نطقنا وندتي سكونك لانه لولا الهمزه ما نطقت بالكلام اللام ساكنه وساكن لا يمكن الابتداء بالنطق به فلذلك يقول بعضهم ان التعريف حصل باللام وحدها ألف كيك اللي وصلوا نرسل وعلى كل حال الخلاف كما يبدو لي ليس تحته طويل فائدة فإذا قل لنتاوري وعلى كل حال المعرف بأل أو بالألف واللام أو باللام وحدها نقول لفظ صالح للعموم إلا أن تكون لبيان الحقيقة أو للعهد فإن كانت للعهد فحسب المعهود وأخذ ما يمغو بيان كده وإن كانت لبيان الحقيقة فيصدق واحد أنا فهم قوله كالكافر والإنسان ولو قال كالمؤمن والإنسان لم ينكسر البيت بيت كما يقرر أنا تأتي كالكافر والإنسان يو كين أنا تأتي بيت كيا مخا خلمو قلنا مغبوني مخا يو ala kafir ko ada insanu ko sey bi tagal mumin ko ka do beta ken to bon mana kafir ke bata haraka do mumin le beta ken to khosena ko lakin ala kul hal ma dama misal nyagani laysa hukman kite ga fe fala bas wa misal kalimat al kafir qawluna al kafir fi an nar hal ken kafir chuto fa al huna lil umum ma anna al kafir mufrad lakin dakhalat alayhi al fa afadat al umum وعلامة ال التي للعموم ال كي تاغو منجه اكيم بي غار العموم دا وغاتن دان ال الاستغراقيه ان يحل محلها لفظه كل يل كل خوت لا غارونا باتين سو ام امت الكافر في النار وفي هذا المثال يصح ان تقول كل كافر الله يالف كيرو لامك بكنا كل رابط كيمبرانو تونو كينو نتالف كيرو لامك عامل للاستغراق سل كل راغارو نابط نتال للاستغراق الكافر في النار ملتي كل كافر في النار سرين انا ترى رايت الرجل انا يا مولانا نفهم يلا غاد ننتي اذا هذا مريم من تواوري نفهم ولا غام ننتي ايدي احد نياغن مانا day go ke wariya anadara kullu rajul ra'aita kullu rajul la fulan kibra mitu ana kullu ke gana korron alif ke dulam ke batte ngata alif ke dulam ke ne lilahat anfam alil ayo kibra ndo lilahat qawlu wal insan mufrad muhallam bi alif al istighraqiyya bi al al istighraqiyya fayakunu lil umum wa mithaluhu qawluhu ta'ala والعصر إن الإنسان لفي خسر خلق
الإنسان من عجل وخلق الإنسان ضعيفا فعل في هذه الآيات الثلاث تفيد العموم الإنسان 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 لأنه يمكن أن يحل محلها كلمة كل والمعنى إن كل إنسان لفي خسر وكل وخلق كل إنسان وخلق كل إنسان ضعيفا خلق كل إنسان من عجل نفهم مثال آخر على الاستغراقية الشيطان قال تعالى إن الشيطان لكما عدو مبين الشيطان هنا للعموم وليست للعهد الذهني أما سون كراك الشيطان دائما للعهد الذهني يسند من نخونا كيف قالوا يقدمي يا أغن خو تكيف بانين أتفهم من الشيطان خلاص نفهم andir fuanta ganonga aya skin tenga no ma di ho kundi benno ma ro sene so kamada ma awalla ka me zihni zihni yana yalle ni wala en kenya khilli al mahud zihni so ndome ndo fobe ga demuna ta hundi ko ngana diga ben ko ta khus tel khen kenya kam ma li sihhat hulul kalimat kull mahallaha bas kull kalima la yaruner والمعنى إن كل شيطان لكم عدو وسواء كان الأب الكبير الذي أضل آدم عليه الصلاة والسلام أرجع يشوف أبوه رجع وكيف قال هذا بس هم كن لبعض أو أبناءه مارم وذرية وأدابه إنشم منيابة كلهم أعداء لنا وسياطين الإنس كذلك أيضا أعداء لنا قال المؤلف رحمه الله وكل مبهم من الأسماء من ذا كمال الشرط والجزاء قوله وكل مبهم من الأسماء. طيب أتي أدو فوبل من تيسو قل تخوني كل مبهم من الأسماء فوبل من تيسو قل تخوني المبهم هو الذي لا يتبين معناه إلا بغيره ومثل له هذا مثال كنا رحمه الله أقتي وكل مبهم من الأسماء من ذا كما للشرط والجزاء ولفظ من في عاقل ولفظ ما في غيره ولفظ أي فيهما أتي من ذا كاو قل كنا منا مبهمك مبهم الأسماء ما كبير جنر للشرط والجزاء فما عملت من خير يعلمه الله ولا يعني ما قال الشرط والجزاء نيا غادا باتي ما فهم با ما رانتني فما انفقتم من خير يعلمه يخلفه الله يخلف كان جزاء نيا انا فهمو ما انفقتم كان شرط يخلفنا جزاء دونك ما بيغنا للشرط عمل اورينيا قدر فوف نفع ما أنفقتم من خير يخلفه الله ما كبير لكم أقري شرط له جزاء عمل ولفظ من أدو من خاخرت في عاقل قلاكم إلى عاقل ولفظ ما في غيره أدو ما كنتنا نستدري شرط كنتنا نخوى غناري موصول نفهم وما نغني نقبل الذي إذا رأيت ما ينفعك اشتري مثلا كمبر كده يدخل فيه كل ما ينفعك طيب ولفظ أي فيهما أرو أي خاخته أنا فهمه أي قوغات إدوبانا بيبه ولفظ أين وهو للمكان أغت فيهما أنا دو عاقل دو عاقل تنانيت ولفظ أين وهو للمكان كذا متى الموضوع للزمان طيب فن النمني أسماء الاستفهام وإليها أشار المعلم بقوله ولفظ أين وهو للمكان
كذا متى الموضوع للزمان. طيب في اللندية الأسماء الموصولة يسورون كنهم أسماء الاستفهام من شوال أسماء الموصولة من قال الذي التي اللذان اللتان إلى آخره، وهي تدخل في قوله ولفظ من في عاقل ولفظ ما في غيره ولفظ أي فيهما. وليعلم أن من التي للعاقل من كبغر ناقلا تندى وما التي لغير العاقل وأي فيهما أيرني أنت كنغرني فلسو أنت أي شخص أنت أي حمار. ليست أسماء موصولة فقط بل هي تصلح أن تكون أسماء استفهام وأسماء شرط أيضا. من أكل هذا؟ من يعني استفهام قائمة. نعم سكندي أسماء الشرط، وإليها أشار المؤلف بقوله من ذاك ما للشرط والجزاء. ما كيف قال شرط وجزاء عنده ما عملت من خير تجزى به. قوله من ذاك ما للشرط والجزاء يعني به أن كل أسماء الشرط فهي للعموم. ومن أمثلة أسماء الشرط من وما وأي ومهما وغيرها. كسنا أسماء الشرط وجزاء نين. أما إن الشرطية إن شرط كان كيغاتني إن لم تفعل أو إن تفعل فإنها ليست العنو أكن بتعام لأنها ليس لها معنى المعنى انتبه كن حرف يا معنى انتبه هذا حرفك يتخليني حرفي بمعنى قادة هذا حرفي بمعنى قادة إيو. طيب ليس لها معنى فهي حرف، والحرف لا يتم معناه إلا بغيره. فالمراد بكلام المؤلف أسماء الشرط تغني يعني شرط تغني لا حروف الشرط وانت له شرط نرف أنا فهم. طيب وهذا هو النوع الأول من مبهمات الأسماء. أنت جويني على فيك تخن تغني نغتيها بعد نغتي المفرد المخلى بالألف والله في لأن الجمع المخلى بالألف والله ما كان بيطلع سكان نغتي مبهمات الأسماء. مبهمات الأسماء كيكيتا كنيا فغن خبيل لنا سك يعني كل أسماء الاستفهام من مبهمات الأسماء، كل أسماء الشرط من مبهمات الأسماء، كل أسماء الموصول أيضا من مبهمات من مبهمات الأسماء. إذن كن كيتا سفادا كاتيغوري جيب 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 نياخر خير ني مخبانا كسيدا مبهمات الاسماء. بس مبهمات الاسماء من مبهم يعني بان انت سري بان تقول الذين مبهمون انت سري بان تقول اي واي الفريقين مثلا ايك مبهم يعني بس كانت جمع بان يقول كنياني اسماء الاستفهام اسماء الشرط واسماء الموصول يغاتني دانا مبهمات الاسماء سيفا فغرد كوانيا كفمي جروب كوسو كفمي نينيا جروب باني نينيا رموم اغات تو انت فيني بيني في سكان دينكيا فوفو كان اسم مبهم سواء كان اسم اشارة اسم استفهام اسم موصول او اسم شرط. وسيمين رحمه الله تنبيه سرين يغان دانا قلنتو هاي اسم الشرط أدو حرف الشرط انتبه حرف الشرط وانت دي وصوله لماذا؟ لأن حرفين حرف قام ما ننتبه. نعم وقال المؤلف رحمه الله ولفظ من في عاقل ولفظ ما في غيره ولفظ أي فيهما يعني رحمه الله. ومن الأسماء المبهمة لفظ من ولفظة ما. من خدتك أدو ما خدتك حالة كونهما عامين إنجن يالها عامني أو مستعملين ميغني قولي في أفراد ما فم لمونا يعقل فم بيغا حقلين وما لا يعقل ولا فم بيغا حقلين ميغني قولي شرطا كان أمباني غنيا شرطي نيابا بس كي على التنبيه نيغانا ننتي كو وقت نيغوني إيوريني من هو ما هو أي هو
وقت ني نانا اسم موصوله ني وقت ني نانا استفهام وقت ني نانا شرط ما فهم واتي كني قولي سواء نبانا غير شرط نيابا كما قال للشرط والجزاء او موصولا او استفهاما عموما هذا ايضا تنبيه مهم جدا يعني من ما ادو ايو باوني كيتا اسماء نيا غن تتنقل بين المعاني يغا اوتونديني وقت ني يغونينا معنى الشرط موتو وقت ني يغونينا ما معنى الموصوليه موتو وقت ني يغونينا معنى الاستفهام موتو ما كمبه على كل حال غد معنى صوتو كما نيجي ان عبد من انغدني شرطي ينكار نيابا مانغدني موصوليه نيابا مانغدني استفهاميه نيابا عام بانغنا ري رانغناتي من اكل هذا الطعام كم بري كم من انت قد سرب كم من كين كين راي نيان سر سكت كون كي غاندي استفهام اللي انت من اكل هذا الطعام كافأته مثلا سربن دا كي غاندي ناتوا انتو كن من شرط نيان بلا نفي جواب جزاء نار صحيح ولا عام نيان بس سكون اي غان خواتو غان انت وهو من اعطيته المال ايا يمي كي بين غرنا برنكين انت موصول نيان ري الذي ما نيان انا فهم كين خان عام اذا الله اعلم كنيانا غتي مثال ذلك ما جاءني منك رضيت به فهذه تحتمل الشرطيه والموصوليه والموصوله ومثال الاستفهاميه ما عندك وخرج بالشرطيه وما بعدها النكره الموصوفه يو نكره الموصوفه كم بقول نحن اخوان غناتي مررت بما معجب لك اي بشيء معجب لك والتعجبي والتعجبية كاوين قحلن أخبك ما بيغنار خوير كندو أنا فهمو كنا نقول خرج بالشرطية وما بعدها النكر الموصوفة النكر الموصوفة مبغني معجب كي معجب لك مررت بما معجب لك اورني مررت بما هو معجب لك ندانغيتي فوي كينغان كين كاونا يكن في بانيا وتعجبيه ادو كاوا فين قاغنار غنار سيغا كاوا فين نخو ما غنار تعجبيه انه خوغناتي ما احسن زيدا يرعم فانهما لا يعمان تنبيه انما ذكرت ما الاستفهاميه هنا أتيد ما استفهامية كي كويري وإن كانت سيذكرها الناظم بعد النوع الرابع أتما معلف كي ميتوارنا كوا نوع رابع مبالي بقوله ثم ما في لفظ ثم ما في لفظ من أتى بها مستفهما أتايرنا كو كندي طيب لأن هنا محل ذكرها بس كاكوني رغنيرا بنا قد أسماء المبهمات ننكو ما كينيا كو ما نختار لي كينيا غتي وكل مبهم من الاسماء كل مبهم من الاسماء كمبري اسم اسماء الاستفهام من له كينيا ناتيغرو كوير حيث انها من الاسماء المبهمه فذكره لها ثمه غير مناسب اتاغر كودو نون كان غير مناسب مرغف اغر كوير تاغدا اسماء المبهمه نكوكو اروكن والمراد بالعاقل هنا ما من شأنه أن يعقل أو رفتن أنت ما غني عقل أنت فوبيك أن قوانا نياه عقل أنت ما من شأنه أن يعقل مثلا أنا لطور انت عندك أنا نتيجة منه عندك نتيجة منه خادم رمون نتيجة منه وانا نتيجة منه دابا نتيجة منه وانت تين أنت كما عقل وقفيت أولي أنك تندنها من أن نغتر ما يعني لا كنيا نغتي ما من شأنه أن يعقل وليس المراد ضد المجنون مثلا أنت كما ما غني تور انت على هذا اذا قال قائل اكرم من في البيت من المجانين صح من كرى سهانيه لانه لمن شانه ان يعقل يخان سرونيا يعني
في انتان نورمال من قوانا عقليا. إذن قوله من في العاقل احتراز من في عاقل نغتي من بيغارين دو حقلا تنغا احتراز على ديغاميا خطا على ديغاميا خطا من الذي من كيب ليس بعاقل إنه يقال فيه ما نلفا موتن كنا مايا وهذا في الغالب خاكين الغالب ونياتا ديغاموا أن من للعاقل وما لغير العاقل ويأتي أحيانا بالعكس فقوله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء هذا للعاقل وما هنا بمعنى من وقوله تعالى فمنهم من يمشي على بطنه هذا لغير العاقل أما فهموا فقولنا إن من للعاقل وما لغير العاقل هذا بناء للغالب لكن إذا تأملت وجدت أنه لا بد من نكتة في الخروج عن الأصل يعني لا يمكن أن تأتي ما للعاقل إلا بسبب يخا تنسيون قالت لكن إذا تأملت أنغنا غوغو تسيرين وجدت من غرين أنه لا بد فيرانتا من نقطة يعني نقطة مقباني فلماني يقال أنه نغام خلتنغني أغا يعني السبب يا في الخروج عن الأصل أنا تقول أتى الغالب من للعاقل وما لغير العاقل يخا دليل نغين أنت ما ينغنكم يني للعاقل من خانكم يلي غير العاقل يخاتي أنغنا غوغوتي ما غنا كونينو قصول العاقل نكتة يقال بمعنى هو فيه يعني فو لطيفة يعني هو غنا مورو ما أنا غنا هو ما فهم كنا نقول لا بد من نكتة من نكتة يعني أنا في سر في الخروج عن الأصل نم بقول الأصل كذي ما أنا يندبرني يعني لا يمكن أن تأتي مال العاقل إلا بسبب ما كيف يبقى ولا من لغير العاقل إلا لسبب أولا يا كمبر إذا جغان دي بوكو الله قتي فانكحو ما أقدم من يا ما ينوما وفانا إذا جغان دي لماذا قتي فمنهم من من كيد من دابن يكونوا مبور أقدم يا من أقدم أقلم تندل نكلم أنكني سبق أن قلنا إن من أسماء الشرط هي للعاقل وما كذلك من أسماء الشرط وهي لغير العاقل قال تعالى من يعمل سوءا يجزى به يجزى به كنا هنا فمن هنا شرطية للعاقل قال تعالى وما تفعل من خير يعلمه الله فما هنا شرطية لغير العاقل قوله ولفظ أي فيهما أي في العاقل وغير العاقل أي كن كلمة كي تعلمين في اللسوة أيما تدعوه فله الأسماء الحسنى طيب أيما تدعوه فله الأسماء الحسنى وأي هنا لا شك أنها في العالم ويقولون لا تقل في العاقل بالنسبة لله عز وجل بل قل للعالم بمعنى وأي هنا لا شك أنها في العالم يقولون ياتي لا تقل في العاقل بالنسبة لله يعني الله سبحانه وتعالى من يكون هنا ما ولا ما دقام يا كرة دلة أي أما فما ما دلت من يكون هنا الله الله من يكون من أتي أناتي تونك كيف الذي يكون من الله ها ما كيف أي ما فهمه أما فهمه وأغنات من يكون من عقلنا من جنا يكون من الله يوتني أبا الله نعقلنا لا يوتنا عالم ولا أنا من أنا عدم بنا أخرام أنا عدم بنا أخرام خو نخوم مغاتن الله تقولنا يعني نار مفعول لخ مغاتن مفعول مغاتن اسم الجلال ها وغير وشانت أي ما تدعو فله الأسماء ما كيران دوكو ها أنت عند الله يو كين كذا أتلا شك هنا أنها في العالم أنا ما نند في العاقل خاتق في العالم يا أتوا يقولون توانو متن لا تقول أن مغات في العاقل بالنسبة لله أنا ندعو الله عز وجل بل قل للعالم
لأنه موصوف بالعلم ولا يوصف بالعقل سرنا الله ما غنكو تنتي تواغوني أنت ما غنكو تنتها نفهم وجه أنجو بنت نعم أنت دليل قال المعلف رحمه الله تعالى ولفظ عين وهو للمكان كذا متى الموضوع للزمان ولفظ عين ألو عين خطك في هذا البيت إشارة إلى النوع الثالث بيتك فاق كوريقة نسكا من المبهمات من الأسماء وهو أسماء الاستفهام فكل أسماء الاستفهام للعموم أتى أسماء الاستفهام من جسور العموم من هذا مثال ذلك من يقوم استفهام يافتك من اسم استفهام يفيد العموم لأنه إذا قام أي واحد صح وضرب المعلف مثالا بأين للمكان ومتى للزمان ومثال أين قول النبي صلى الله عليه وسلم للجارية أين الله فهذا استفهام عن مكان قالت الجارية في السماء أهل التحريف قالوا أين الله يريدون أين ملك الله أين الله أين ملك الله الله تنكني قاون منا هذا الرسول صلى الله عليه وسلم يخاطب امرأة جارية يقول أين الله ويريد أين ملك الله أنا فارن دو تمبارين عندي قامون هذا ترى أين الله أين مولى نتى ترى الله تنكني قاون منا ترى الله يمن منا سفنا سرنت ومفندي ولا كل حال أين يستفهم بها عين المكان فإذا قلت أين زيد تقول في المسجد في البيت إلى غير ذلك قوله كذا متى الموضوع للزمان أي أن متى تأتي ليستفهم بها عن الزمان تقول متى يأتي زيد فتقول غدا وقال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم متى الساعة يسأل عن زمانها قال صلى الله عليه وسلم إن ضيعت الأمانة فانتظر الساعة وليعلم أن متى أيضا تأتي اسم شرط متى يرني اسم شرط ومثالها متى تفهم تذهب أنا أفهم بريبا النار وبناء على هذا فإن قول المؤلف وكل مبهم من الأسماء يشمل أسماء الشرط وأسماء الاستفهام والأسماء الموصولة وهي التي للمفرد المذكر الذي والتي للمفردة المؤنثة التي اللتان واللذان للمثنى المذكر يعني وهي جيري أم قوتنا وهي الذي للمفرد المذكر والتي لا يعني اللتان واللذان للمثنى المذكر والمؤنث والذين لجمع الذكور واللائي لجمع الإناث فكل الأسماء الموصولة تفيد العموم قال الله تعالى والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون والذي سريك بمن سري ووسر اسم الموصول يعني عم جاء بالصدق وصدق به أولئك ما لقيت أولئك سريك بمن أولئك إلا كتمعنا أموم معنا قول والذي مفرد والخبر جمع أولئك هم المتقون فدل ذلك على أن الأسماء الموصولة كلها حتى المفرد منها تفيد العموم وهذا هو النوع الثالث من أنواع العموم ثم بين المعلف رحمه الله النوع الرابع بقوله ولفظ لا في النكرات ثم ما في لفظ من أتى بها مستفهما ولفظ لا في النكرات ثم ما في لفظ من أتى بها مستفهما قوله هو لفظ لا في النكرات أتى الله خوتي نكرني هذا هو النوع الرابع من أنواع العموم أموم النون أنا قتني فيك لا جناري نكرة وأتى بالمثال لأن لا للنفي والنكرات لا أجناري نفي دو نكرة وهو المنفي وعلى هذا فكل نكرة دخلها النفي فهي للعموم يو نكرة سو مرا أنا نكرة في الحقيقة أنا نكرة نفي نكرة أدو نفي من غرمين جملة كن يعني قالتني النكرة بعد النفي للعموم النكرة بعد النفي للعموم أنا أتوجه لا
رجل في الدار نكرة بعض النفي أو لن يسرسن مثل لا ما لا ما ولا ما نعطي ما سواء باشر النكرة النفي أم بان النفي كري نكرة كيابا نحو ما أحد ما أحد ما أحد قائما سرسو سجين تنتي أو باشر عاملها ما دي قول نغانا نياغا دومي با ما نفاعلو فعلو نحو ما قام أحد أولا سرسو دومي قوله ثم ما في لفظ من أتى بها مستفهما قال علمت مما تقدم أن مال استفهامية عند توفر لنا أنت مال استفهامية كي ليس هذا موضوع هذين غرافتير بس قال نيور أخبار كان يجب على الناظم أن يذكرها قبل أن نفهم قبل لا في النكرات أن ينقوناك لكن كان ينكر نقول كما لا يخفى إذ هي من الأسماء المبهمة التي هي من القسم الثالث فذكره لها هنا ناكويري غير مناسب كما نبهنا عليه ففي كلامه رحمه الله قصور فلو قال وكل مبهم من الأسماء كما من وأي حيث كل عمم فلفظ من في عاقل ولفظ ما في غيره ولفظ أي فيهما ولفظ أين وهو للمكان كذا متى الموضوع للزمان ورابع الأنواع لا إذ تعمل في النكرات إذ عليها تدخل بما لكان أولى وأسبق أنا إلي سبك يا ربنا أنا فهم ننتقل دينا كنوا كي ينبسو بس كي أسمع شرط نكسونا كفي من قباني أفعل أنا دنجي أنا دقا متنا ما أدا يعني أسماء المبهمات وكل مبهمين أهلي رني فالي غارينا نيلي رني مبهمان يقولي دوران كوخاتي يوكينا تي لكانا أتاقا دسوغو كنوا غمسي كينيانا أولا آيا غنغولا تاوى أسبك آيا خجان تنسرين نعم ما يا ميرين تنكوا سبك نافم ميرسرين ثم قال المعلف رحمه الله ثم العموم أبطل الدعواه في الفعل بل وما جرى مجراه يعني رحمه الله تعالى أن الأفعال ليس فيها عموم العموم بنات ثم العموم أبطلت دعواه في الفعل عموم توان دا دعوة بنودي فعل قلنا يو فارين أنا تكاميكو ولا عموم لون خان دا قل دبر عموم تي فارين قل فتعام سرنتا كين خطأ أقول يا سرونا نحوما يو السنة الفعلية لا تعم أرتي أنا عمي قولية نيني وهذا نعم كوا علماء نقولكم وين أنتي دا تعارضت السنة القولية والسنة الفعلية قدمت السنة القولية لأن السنة القولية السنة الفعلية نيا خين غاي هاري يعني أنت فوق بيموني نيا وصول كارم بس ها وصول كارم يمانة السنة الفعلية مستحبنا أما أخرى أنت فارم قول لي إذا جريدة أنا الأمر إجنا أنا أبو أمر نبانتا أنا غير واجب بدأ أنا واجب إنت أنا كم غويا نقدي عموم منتج أتي أن الأفعال ليس فيها عموم ولكن فيها إطلاق نفهم إطلاق ينت مطلق ينت مثاله سهى النبي صلى الله عليه وسلم اعتفار منه فسجد السجود هل هذا عام في كل سهو لا 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 هل أنت سنفارن دونك منه منه فوفو منه يمكن نقصه إتي سهى فسجد تنقنا قد كل ما وقع سهو لا بد من سجود لا سهو نيقون سجود تلوكم إذن سها كي قول لك ألا أنت ينعام أن سهو انشورانه قدر التسبيح نبر عيلة. عيلة تاعو. وتي السلام عليكم. السلام عليكم فلا سجود تاني هلا. أمار كان نكيم من دبر. أغريات. أغريات تاعو فتاة وارد سبحان الله تاعو. أما. مسكي. أغري.
agar kebe de berkenya atayan sujudina ma qas fihi ziyada malikin kun kuma ha kullu ziyada yusjadu laha ba'd as-sujud ba'd as-salam wa kullu nuqsan yusjadu lahu qabl as-salam an qaw kenya da bar yo sohin tuwanun na kan ki qabl du ke ba'd khibarik ma al-qa'ida tuwanun an qaw kebe tunai dalil as-sunta qabl du ba'd ولهذا هر مالك نكون يمه لما قالوا إن الساهي يسجد قبل السلام إن نسي شيئا يعني إن نقص شيئا في صلاته ويسجد بعد السلام إن زاد عليها شيء إيمانيتي فمن سجد القبلية في بعض أو بعضية في البعضية في القبل فلا شيء لماذا لأن يقولون كنت تفقال يقولون كنت كل السجدات تكون قبل السلام يقولون كلها بعد السلام يقولون دي تقال يقولون هذا النوع قبل السلام وهذا النوع بعد السلام يقولون كنت أنت خور أزجل قبل السلام وأزجل بعد بمعنى وهذا يقول أننا والله سرت مروكين كون كملا alman be gana erreur de bra gana qabla de bada wa magana wa khus kinya khukinya tuakhum poko wa jahl fi al haqiqa jahl yani wa hada tuwanna qaw kentunu maqaddirat ken lew yo akandi nya kandara kan chikan dik na khatan dik salli mana an tuwan mam yugo dama de berni de min tri dina mayre ken tordun khuta wa aga gride tasbih al mukhunchuna akhus continue comment dormir chez demain pas trop comme ya ya ikuna tebe ken ni sa khanyo ya ma al muhim agina mo yo ken yani ken salle bonundi aga bonundi ndo mana be bi mana ga hauta go tui nanti salle nyeme fota na kebe am gade bran ta salle ke no ko ngo continue ta salle ke ndo an ko yo tasbih nya ta jiga anile ela kana ni misare nga kem nya nga khala kuma nya nga khala ni continue khallu continue ya ela kana continue magade salle meyeru kafe su salle ke la bona kwa ngara futuro me salle ke fini isu nya nga khala e ile ar kan tu mis al jawab la laysa amman hasala minhu sahu wa sujud faqat yarawtina ta mungu asujudi ما حكيو تندا غاتل غاتل تان بالبره دبرتي ولذلك كل فعل فانه لا يدل على العلم وقت الجبه ان الشباب نين قال لي مشكله دبرتي فارين انا غولي دبرتي انا غولي كيوتو دانا دكا نتي با يعني مثال اخر سافر فقصر فارين سافر فقصر طيب لا يدل على العلم ما غاتي سرين انا سافر يدبر فقصر دي لا يدل على أنه في كل سفر يقصر ولذلك إذا قلت قام زيد فكتب هل يدل على أنه كل ما قام كتب جيد قراء سفر دي دون قاس كاورين جيد قناة قراء وقت سفر دي الجواب لا لكن لو قال كل ما سهى سجد كل ما قنا لي فإنه يدل على العموم كلما قلت نياند كان دبل بريس على العموم من كلما ما كيف فصار الفعل المجرد لا يدل على العموم انا اوري كانت ان فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا كان فعل مجرد كله لا يدل على العموم طيب البندك ياك ملي قبر سوري ibn baz gara hadisin mutunanti kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam idha qama qabada idik ikundi nyaamunya fi kulli alqiyamat asikin qabla salat qabla ba'da yani ruku kull albab portal band kibana kongida
yang ka ba san kin sa na wala kin chang kiyame ne eh to yang de saudi ne ku eh ano tu fiqh ndam be na saudi ya amanya parce que fiqh ndam be ga no ano ko kharane do guma nya ni wax c'est à dire que ang ni chokita amanya saudi ya kenya jikuni wala hada shabab ni beni ga kharango no ihado ken jikku wala problema ne ka annahum khilaf de tomoniya khilaf de tomoniya parce qu'il ranta bax de brna iranta isondo me muni nante kegal ke diga me be ko ndugunna adi kumaha mawqifna yubat marra wahda wanta faman khalafa huwa bid'i waman khalafa huwa fasiq waman khalafa huwa waman khalafa huwa kin ndokido kenya lo keta nanu goma ebe amma wori gana ni har misur ko goma france ni wati lemunu ku wi gani ina lemunu ku na ko komi joxo nya do du bata nfa ko kenya fa da sik lemunu ku hada na kunji kuni uto wati diga na bugu ebe ina khus njongo ina khus khaxo ina khus khaxo ya fil legar ngi keta khus legar ni ima kay broy nyaay katu dunaay memo ko te na kem manya kem pet tarbiya se tarbiya se fe tarbiya ngana nya kinne sere ngana do hurriya nya kinne khalla qur'an allah subhanahu wa ta'ala qur'an ngada ha tarbiya kinne sahaba ni ngama al hurriya kuli hada arfa ri ngali sallallahu alaihi wasallam gana fo de bari igama famu gata na annabi kega kinya na hadamar min ngakle munyini ananya ngalla dan ko muslim dinan tan na guman chokon di sere lagan ta sefene haraga mo fo be famu rantini ma famu haraga ma dungay fo be rantini ma dungay yani kenga kenga kemanya ko na'am wal farq bayn al itlaq wal umum min wajahin ya ngatu itlaq qa'i wa qat gabe ko ma shababuni ngene ngene ke sual dabar ni ngasiringa annahum la yafarriquna bayn al mutlaq wal 'am pourtant ini ni nyani itlaq ana ta tandanga al fi'lu la ya'u fi'lu tinana am walakin araya na mutlaq ma ma fahm wa farq baygi na khan ken man an al itlaq ya'um jami' al afrad ala sabil al badl itlaq ngi anira mu andira muncho ka aurenia bane benda utita sel asufe bane benda utita sel anfam bane benda utita aslina nyatrink itlaq ken ngoren kinya ngar ndax solo tam nyerenti serbe gana bugu sellan na ke kinai de khaswa gana bugu na kin khay minti serbane ya gana bugu serbane bela bugu kian mutlaq nchigin ta khadan khagana bugu sellan na kha ku goro tammi 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 normalement serbane bugu nuku goro tammi fi la ni gana bugu nam khamane ya tonna goro tammi kian am amukin kentu me itla oke magalan dandan ra'aytu farasan dasi wori mutlaqun dasi wori ke pourquoi gatuna ala sabil badal basan kem maqasasa anta khatu sibe gal magal amul la la ra'aytu farasan dasi wori kema ken khas kena kena mutlaq ab dasi wori parce que amba ngati ndesi ni chuuri am non tim ndesi ya wori problème ngal nakoy mutlaquma baane ar mena ya mena goori nyen ko sankunte ngel on taxato baale bega kene ngati na la sabil ndesi re wori est ce que ngel faam bakkan ke diga mena tan ndesi re chuuri ya wa ay me xinta xata ngal sere be wor keta ala sabil al badl ke wori keta ray nyana nke ara nyen ke ara nyen ke ara nyen ke xa toujours baane ko tiya
فرد شايع نتدنغا المطلق فرد بار يعني شايع سان كنتنغني في افراده جمن كان مطلق ما تم عندنا فهم ها كما نغتي تبارك وتعالى فتحرير رقبه امدن دولا خان نجي هورو ام في تنا خني هورو دونك كين خني غني خني سو كيدنسكي وغاتني نا قيدو نبريتي مؤمنه باني يعني مي اونتا اونتا باني كي توا كيتا اسان فهم ولا خام كي غنات عام مونتا سيفي رمي كيس وكيف فوفو غارو خوتي غير خوتي كي تي كترينا سوكما نانا تانا رأيت الرجال يعني كين ما في رجل إلا أوريني رأيت كل الرجال خوف سي من غير تعرف كنا نبلم كين أنا رأيت رجلا ما رأيت إلا واحدا لكن من أراي جان كيتا بوركو يغات ندا مطلق سيفاي خام قال فاغر بانيا ورا جامن نكو انت خاتو باني بيك قد أطلقت الكلام ديغان غرانتي انا كوكدان ديغان غرانتي انت اند سريوري ابي اند سريوري كورانت كيم بام سريبي غن يلي كين فون كول لي فون بين يعني المسلمين الكافرين يعني لي غون يعني لي غارين يعني لي من يعني لي خريسين يعني ان كاخ لي مطلق وان غرانتي اند سريوري سري خول لي اه اند قايد بان دي كول لي كين قايد انا فاهم يلا غراي للمسلمين خير سعد ما تمان فهم غدا غا تقرون دغ 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 مو كان قصات سربي غما او يركنا بيرن الطلاب لاي من سرغبي تامبيت مطلق دو عموم بوغ من دي سرغبي على فوغبي تامبيت سرغبي سيما نخونا مطلق دو عموم بيا باي تبا ان تبا لو كونترير ني am nga na ko ngi kenke nya swa nda swa barem bu me mutla ko ngi na ko ngi ina do fi bane mi ara swa no ko ngi wonta khatu bare bi wala raqabatin khanne pourta bane ko ti ki am moje bay tam moje bay tampile moje bay bane me kam bane mu'mina wala sebe wala kani sebe ni kaghl mutlaq ان الاطلاق يعم جميع الافراد اطلاق كان في بغنبا انا رم كوسوارت خا على سبيل البدل بان بندا اوتي تاوس بان اغنا غم بان بي تاوس كين انا كان قال والعموم يعم جميع الافراد على سبيل الشمول لكن اسوار فوالا سريغنا اطلاق دبري انا دو بان يا غا جمان نكو غا ما خير خير خسرينا عموم دبري اندو جمان ذلك إذا قلت أكرم طالبا طالب يدعو كان مطلق فأخذت واحدة من الطلبة فأكرمته فهذا يكفي عن الجميع أوصي إسكان نفهم وأخذت اليوم زيدا وقال غدا أكرم طالبا فأخذت عمرا يصح هذا ها ما جنبه الان شمل زيدا وعمرا وجميع الطلب على سبيل البدل بدل كاور نمني اغا كم بان انا زيد انا عمرو اذا انت دي تن طالب درو لين كان زيد وتخم بني تن طالب درو عند يا خلاص يعني ناخذ واحدا بدل الجميع ان كان جات ندغا نفهموا يعم جميع الافراد على سبيل البدل بس باني غوتيتا كين سكبات كوتك سبات لا تكرم جميع الطلبة لا يعني أموجي بغن الطلبة مثال بك السبات مثال آخر لو قلت خذ هذه عشرة دراهم قل خذ هذه عشرة دراهم أكرم بها طالبا فجاء الرجل وقال أنا سوف أقسم هذه الدراهم على الجميع هل له ذلك لا زدي خذ هذه العشرة خذ هذه عشرة دراهم أكرم بها طالبا مطلق يعني
طالبا ما بريسيس انا زيد انا خالد غير مهم لكن ام جمن شتوك يقول اعطيك نوتو الى استخدمنا جمن شوان لا الجواب لا ليس له ذلك اذا يكرم واحدا فقط اي واحد اي واحد يوم متلا خلنا من كده كين غنا ايوا انقرن دغ دخنو ان غدر اكرم طالبا ادو تا نغا كين باكستان طالبي الا دخنو بوكا غما كين افريكي ام امني اطلاق نبر اطلاق قاصير غمباير انا فاهم وكان دخون غتوان نخ نراقب كيتا يلي سوا يفاني مؤمن نيا بي فام نيا ما غنيا مؤمن نيا با باسكو اطلاق كين كوني بانتا خان نجو انا فاهم طيب كنياتي اي واحد يعطيه المئة اقر كم يمكن بان بسو لان هذا مطلق واذا قلت لي ناتي لا تكرم فاسقا ما فاسق دور انا فاهم فقام الرجل واكرم فاسقا فانه يكون مخالفا ما جنب لان هذا عام فيشمل كل من كان فاسقا يو يري اتنسيو فاسقا نكرا نيا رانا فاي مي يري مشكله تنا ليرو او دغ عمو جفنا لماذا لان النكرة بعد النفي فاسقا نكرا لا يعني من نفي ولا نكون انكين كروسيا ما خفاس خدر واي خونك ترى ما خفاس خشودر. نحن تندعنا مثلا اضرب فاسقا. فضربت فاسقا واحدا يكفي؟ لا يكفي. نتندعنا اضرب فاسقا. فأخذت رجلا فاسقا وضربته. يكفي. لأنه مطلق. لا قال لي. لا تكرم فاسقا كيف نقول انا مالنا فاسق شو جوا كيف انا تندم اضرب فاسقا كيف نسي بس كنا يعني كنا من قد جمله ايجابيه يعني كيف مطلق نفي عنه ما فهم نحن قد قلنا في المثال الاول اكرم طالبا اما رفايك يا لابننا ذات بيرن ومتن ان اكرم طالبا وقلنا انه اذا اكرم طالبا من الطلبه حصل المقصود اليس كذلك ولكن لو قال لا تهن طالبا ما طالب يرخ قام واهان بعض الطلبه الطالب يقول هذا يقول يرخ فانه يكون مخالفا بس كان يري عموما انه ما غير فان قال انا لم اهن جميع الطلبه ها اتيك طالب يرخ قال له لان هذا عام ما كذب لانه نكرا يعني بعد يعني في سياق النفي نكرا يلي في سياق النفي لان هذا عام والعموم يتناول جميع افراده على سبيل الشمول انا سوري كده والاطلاق يعم جميع الافراد على سبيل البدل فبينهما فرق الفرق الثاني يرحم الله المسلمين فرق في اللندي بين العام والمطلق عام ومطلق النفى أن المطلق لا يستثنى منه مطلق ألا أنت يستثنى دورني إلا رانترين أخي بس كنت أنت باني كروتي أنا غاجة من نخوة أنت أكرم طالبا أنا لا يتنى إلا خدم هذا ما بانا بانا لكم إلا تخ بس كي استنساء مقصر تنيا ألا يستغرق المستثنى أما غا مستثنى جما مستثنى تان دا غدا بورو غو بي نيلي تان دا غا تا بورو ما قاي كي دام بس نغال فم بي كون ناس بوكو دونك يسسنا اون شرطنا ما غا مستثنى جما دا بورو دا بورو غو بي نا نيلي تان دا غا تا بورو وا ابي ما نتوكيت ها ونا تان دا دا سكران ني ني غاندو غو بي نا غا تا بورو داكور فوتو ما هو مالا لا استثناء شرط جنكيتي وكنيا نيغاتيني نكرا او تاغو مانجو ايغلا تاغو مانجو استثناء اولترني اذا قلت اكرم طالبا الا زيدا
aranta kem parce que zay talibo talibe de roganta jeyti jeyde kan talibe donc anna wasitin talibe de ro mahan gudo tanako la yasihu hada اذا اردت ان اقول اكرم طالبا الا زيدا اقول اكرم طالبا ولا تكرم زيدا ما جيد درو طالب درو ما جيد درو سيف كمبري ما جتي الا يعني الا زيدا بس زيد من طالب ما تمام نفع ولا اما ان اقول الا زيدا فان هذا لا يصح رمسا لان الاطلاق لا يتناول الا واحدا بس كان طالبا كي اكرم طالبا انا سربان كلوتي ارج والواحد لا يستثنى منه واحد باني باني ربك انا مين ولكن لو قلت لا تكرم الطلبه الا زيدا ما طالب وكوسو درو غنتا كاتي يو استثناء نبر بكا كن جمله نغراج فانه يصح لانه استعماء استثناء من عموم البانغ انا ما طالب درو طالب نشورو كن عامو الا زيدا انا تخصيص كده تخصيص العموم من هذا بري اوغر نكرم كار وكوفان الدرام علي سنه الله لا لا تاكل طعامك الا تقيا حديثك ولا ياكل طعامك الا تقيا دونك كم بري ايوه حديثك سريع ما انت نعم والله اعلم يعني هذا الحديث اتذكره نعم كيلو ناي لكن كيلو انت خاصه انت ولا سانت الله الله على وعلم نعم والخلاصه الان ان الافعال ليس فيها عموم ولكن فيها اطلاق خلاصه من كيبه فعل عموم دي اطلاق يعني ولكن اطلاق المؤلف قام مؤلف كغركم غبي ليس مرادا نغركم غبي مراد فتكم فانه اذا قام الدليل على ان الفعل للعموم اخذنا به قل لي ساكن يا مطلق واغتي ثم العموم وبتل الدعوه بالفعل وغايق كذا قل لي شلون كذا وسيمين تقول لي بدليل ان الناس كنا تعام يعني ولكن متوا لكن لا ناخذه على لا ناخذه من الصيغه قلت رغنا بقى صيغه لكم من التجارات عندنا فعل رسول الله تا صيغه فعلك انا صوت بك ولا نعم نو الى غير دليل غناسكي خوي غاتي فارن يبري سكندو نو فارن يا كان رسول الله اذا دخل الخلاء كمبر كانك كم بان مخوس اذا دخل كيف دري وجا اي خوفا غدا كوي ننتا غناني رونو جوخي نان وقت ما فهم يو كمبر كيتا كوميري دي خورو قرينا غناس جينانتي كيني غولي دو مانتنيا فارينغا دبنا عليه الصلاه والسلام كيمبر ونا اوتوتي كين غولي ونا فاذا وجدت القرينه التي تدل على ان هذا الفعل للعموم اخذنا بها والا فان الاصل ان الفعل للاطلاق والاطلاق لا يشمل لا يشمل قوله وما جرى مجراه اتاتي ادوفمبغنا ور غولي مورنوك من نورن غولي مورنوك اي ما جرى مجرى الفعل وهي قضايا الاعيان ان ياخلي القضايا قضايا الاعيان دران كباو دران كباو وفي غي فارين دبر نكوتايغو ما راي ديغا ميغو كو يغو دانا اركين كو دران بانار دران بروبليم يا نينونغا كينن سكي كي ديغا ميغو كومي ولا كينن سكي كول دبر توان ناتو مخفات وان دبر تي كن قضيه عينيه قضيه عينيه ولهذا خبار جيب 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 فايو مخانو سوسوني كونو غنينا احتاج توانا ليلي اي كم مصري بس هي غوني اي لا بد ان توا ايغا كومي ظروف ني بين نخوما ايغا دبر ظروف ني بين نخوما فهي لا تفيد العموم كالاحكام مثلا وغيرها ما تنت عموم انتم عموم فايده كن خوكيتون كنتم وغيرها لو كنت انا حكم النبي صلى الله عليه وسلم فارن انا اكيد لرجل على رجل في شيء معين ونفهم انا اكيد سريدا مسريك كما فودورا هذا لا يعم كل سوره تقى كنت سوره نشوري غني سوره سوره سوغناري كنا فارن نيامو كي بانيان كنو سوره يوغني غناري سوخينيا
لأن هذا جار مجرى الأفعال، فهو قد يكون لمعنى مقتضى لمعنى اقتضى. فارن أنك كيتة كيتة أرينا أجسقي دم أجنيا دم ما نجاي نفهم الحالة كيف موجبينتي. وبدار ذلك قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفع للجار. فارن أكيتي سقطوا إن تأخذ لمن ده، فإن هذا لا يعم كل جار. أنت تأخذ لمن شو لجني لاحتمال خصوصية في ذلك الجار. مثلا انت سقطت الشفعة الشفعة انك لو سريك انكرم يعني ما فون انك اي ما فونيك سريع ما فقه الاسلام انك دلت مغوبي اغراني كاكي غاغنا كتاب بالله تلا غاغا انقورنا مبين افر لخين كتوانا تنانين كان غاغا إلا غنا غاغا مانغا مكونا انتالو سري سفادا غمونا دينا الخالين نقونا nantanke kake an ajnya ne pesanga no ke bambi tantenya ne wala antumul kake anke an qur'an ya qur'an antumul fasikh ne ta han karama khalis ngam ma kan kuma nan kake ko bono an ga mu kunan tar kanga kembira ko be mpal khal no be ko jane ne ke khla shufa sare an danya nan an ta gal le ma ma ghi khal le bu duma kha na gaga bak duma kha tanka ma kuma paskaranya na sababu ya anda faham yelang ke yere serserunga yere kenya garalizi yere ana kanga ga serburuna ara ni mangka don kenan sariang ada shufa anke faring surofili da mefut na naga faring no kenga faring alayhi salatu wassalam kiti tagalle man na shufa ke ana ada qobe fana ke gurja ati filani ke tagalle ma kenna out bo khaw se min ke ati kenga kenna qadi ayniyenya kenan tinya na tagalle man tula magebe ba bo misare nga wacha tagalle ma bega luwasnya goro filta ma goro sikin tamba onda har ka way filta ke mesina nyo ka me kar nga talle ngin kan gaga na wanke na timi nga nasaran ke moy kan tam wala mo tani ma foran ka ke ma moy tam ka ke man ko rata kan ko fofo de berne bo yal khate ko da sando wuye nga me nya kam ndo wuye nga be ke kan kan gaga na tampille tanji ke milo wala milo tamiro fo bo nga la ka ka nga de kin plante ke nga le filela ni ba na ta mbal gali kenga ina kawna ina ina dosi parce que soal fana be ga case mo poser ne est ce aga ga gar jongo ke ba yam maka ba diga men ne ke bo en ala xana yande wa ga ndo ko nginda nga ru kundo ru kundo ade na dosi lo ko ko prakara no diga men da nyame ko kenya na gati fa ina hada la yum kull jar li ihtimal khususiyatin fi dalika al jar ra nyana khususiyat ra nyana ke ta galle ma khal وايضا استدبار النبي صلى الله عليه وسلم للكعبة في قضاء الحاجه فكان دران قول لي فارق ده كنت ما انا انت يقولني انا نقول لك كومبليكي انت كي كوكا فارق كي نري كوندو قضيه عينيه يعني كي قال بعض اهل العلم هذه قضيه عين فارق كي قضيه عينيه فارق دبري وانت ما انت وانت تشوف بكني يلا خصوصي يعني يلف بكني ما فسروا قول لي لا تفسر قول لي بس انا قلت لا تقتدي العموم. ومن ثم قالوا لا نستدل بها على أنه يجوز أن يستدبر الكعبة في البنيان، ولهذا قدموا هنا السنة القولية على السنة الفعلية. الله قنا فهمي. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ربنا أنت الإسبان.